أمة الإسلام بسماع القرآن جددوا الإيمان. القرآن الكريم تشريعات وأحكام أنزلت على قلب سيد الأنام يتلو علينا بكل إتقان وإحكام علم من الأعلام شيخنا الكروان قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعلم محافظة المنوفية فضيلة العلم القرآني الكبير الشيخ العزب سالم يتفضل مشكورا مع تقديم خالص الشكر والتقدير للشيخ مصطفى غنيم والشيخ أحمد الشلف شيخ رفاعي رجب سيدنا الشيخ محمد عرفان. الآن مع فضيلة الشيخ العزب سالم يتفضل مشكورا سيدنا الدكتور عبد الحكم أبو حطب بعد سيدنا الشيخ العزب إن شاء الله وهو اللي أصر على نفسه وقال سيدنا العزب ضيف عندنا بعد ذلك سيدنا الشيخ شعبان. كرام الأستاذ محمد كمال والأستاذ عمر أبو رفاعي وفريق العمل كفر تصفى الأعلام الأكابر نشكر إلى الكبرى مخازن الفراش الحاج محمد الهادي بس الإذاعية المهندس محمد عاطف درويش عمدة المصورين المهندس ناصر صلاح. الآن مع فضيلة العلم القرآني الشيخ العزب سالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد
الذين آمنوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العزم. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى وبشر المؤمنين
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ سيدنا النبي وعشان خاطر الشيخ مصطفى هجرس اللي جمع السادة القراء في حب الله تاني يا مولانا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله لعبارة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسويها.
وأغطش ليلها وأخرج ضحيها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشي وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما والجبال أرسيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. حقا إنه القرآن وجوهره قد جاء بحكم وعظات.
اهتزت الفرس عند سماعه. قالت فيه الجن حينما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر وهدي إلى صراط مستقيم. هكذا يكون إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلها علينا فضيلة القاري الشيخ العزب سالم، القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، قاري بمصر والعالمين العربي والإسلامي. مستمعين الكرام، قد حضر أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد البر، فضيلة القارئ الشيخ محمود رجب عبد العال، فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي عثمان أمين خطاب، حضر أيضا فضيلة القارئ والعلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة، كما حضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد عرفان عبد الوهاب، كما حضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ حسن فتحي أسعد، كما حضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ أسامة السيد عواد، كما حضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ أحمد الزتحري، كما حضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، كما حضر أيضا الأستاذ أحمد عرفان عبد الوهاب، كما حضر أيضا الأستاذ محمد خطاب، كما حضر أيضا الأستاذ الدكتور عبد الحكم أبو حطب، وكما حضر أيضا الأستاذ محمد كمال شاهين المنسق العام للحفلات والمناسبات الدينية لجمهورية مصر العربية، وكما حضر أيضا أستاذ عمرو رفاعي الدير، كما حضر أيضا المهندس السيد العيدي، كما حضر أيضا فضيلة القارئ والعلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد سامي يوسف. إخوة الإيمان والإسلام، حضر أيضا الأستاذ عادل الهداوي